أحسن الله إليكم. أيضا يقول نرجو توجيه كلمة إلى المسفل الذي يطيل الثوب أو البنطال. الإسبال حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والإسبال ما نزل عن الكعبين، هذا هو الإسبال. قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. فهذا هو الإسبال، وهو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب في حق الرجال. فالواجب على المسلم أن يتجنب الإسبال لأنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه وعيد شديد. نعم.